دانيال 12. وفي الوقت ده يقوم ميخائيل الرئيس العظيم اللي واقف على ولاد شعبك، ويبقى وقت ضيق ما كانش من وقت ما كان في شعب تاني لحد الوقت ده، وفي الوقت ده ينجى شعبك كل اللي يتلقى مكتوب في الكتاب، وكتير من اللي راقدين في تراب الارض يصحوا. دول الحياة اللي ملهاش نهاية، ودول العار للاحتقار اللي ملوش نهاية، واللي فاهمين ينوروا زي نور السماء، واللي رجعوا كتار للصلاح زي الكواكب لزمن الأزمنة. أما أنت يا دانيال فاخفي الكلام واختم الكتاب لوقت النهاية، كتار يلفوا وتكتر المعرفة. وشفت أنا دانيال وفين واتنين تانين وقفوا، واحد من هنا على شفة النهر والتاني من هناك على شفة النهر. وقال للراجل اللي لابس الكتان اللي من فوق مية النهر، لحد امتى تخلص المعجزات؟ فسمعت الراجل اللي لابس الكتان اللي من فوق مية النهر لما رفع ايده اليمين وايده الشمال ناحية السماء وحلب اللي عايش لمن غير نهاية، انه لحد زمان زمانين ونص. فلو اتفرقت ايدين الشعب المقدس تحصل دي كلها. وانا سمعت وما فهمتش، فقلت يا سيدي ايه هي اخر دي؟ فقال روح يا دانيال، لان الكلمات مخفية ومختومة لوقت النهاية. كتار يتطهروا ويبيضوا ويتخلصوا من العيوب، اما الاشرار فيعملوا شر، وكل الاشرار ما يفهموش لكن الفاهمين يفهموا. ومن وقت شيل المحرقة الدايمة وحط اباحة اللي بيخرب 1290 يوم، يا بخت اللي يستنى ويوصل 1335 يوم وانت روح للنهاية، فتستريح وتقف للقرعة بتاعتك لنهاية الايام.